وعيت والنحل وجهي، يعني عرفت النحل قبل ما اعرف اي شيء ثاني. اخي محمود ابوي يروح جيب سكينه ما ادري خلنا نقص لهم نعنعات. وكان عندنا مثل يقول النحل رزق العاجز، يعني العاجز اللي بيقدرش يتحرك ويروح يجي يربي نحل خلاص بصير بيمشي حاله ما بدوش شيء. ايوه ما كنا نعرف لا ملكه ولا اميره ولا عذراء ولا شيء، لا عندنا ولا عند غيرنا. ما كان النحل يعني انه ذو جدوى اقتصاديه، يعني مو للدار، مثله مثل اللبن مثل المشتقات الالبان، كانت بتعمل جميد بتعمل سمك بتعمل لك للدار، يعني ما فيش بيع ومشترى. كذلك النحل يعني كان ينتج عسل الناس، يعني لا واحد مريض يجي ياخذ شويه، نادر ما واحد يقول بدي اشتري عسل. بتعرف بالستة ثمانين، اظن انه بالستة ثمانين صار شو اسمه الوباء هذا اللي اجى اللي هو البارو، حشره البارو هاي اللي اجت على البلد ما كان حد يعرفها، خلص النحل. يعني تيجي على المناحل تلاقي العسل سايل من بابها ونحل جوا ما فيش الا القراص، النحل كله رايح. عقبين صار يقولنا حشرة الفارو مش عارف شو، المنطقة هاي فضيت من النحل بتاتا، بتدور بالفاتحة ما بتلاقي حبة نحل، حبة نحل مش خلية نحل، خلص النحل نهائيا. وبعد حوالي سنتين صار يا اخي يجي على نحل بري، مش بري هو ولا بتدري عنه منين، نلاقي على الشجر نلاقي بالكواخر نلاقي ساكن بالارض. صارت الناس تلملم، صاروا يستوردوا من مصر واستوردوا من تركيا وجابوا، الناس بلشت من جديد تربي نحل. الا عمر القرص فترة يعني زي اللي غيبت، يعني قرصت فوق 100 نحلة. والله عيوني سكرن، خشومي شفايفي كله استحى اطلع بالباصات، ما كنا زمان باصات ما فيش، استحى اعطل. يلا تفضلوا، هذا النحل البلدي اللي تم اكتشافه بوادي ابن حماد. بعد عملية جمع عينات النحل من وادي ابن حماد الكرك، تبين انه اقرب شيء الى النحل البلدي كان موجود بالصناديق هاي الموجودة عندكم هاي قدامكم، اللي هي دناديق الطينية ودناديق الخشب اللي هي صناديق سلاح، واحنا جبناه عشان المحافظة عليه لأسباب أكثر أسباب، اللي هي النحل البلدي يعني متأقلم بأي منطقة بالأردن، لأنه وين ما تحطه بقوم، يعني مش زي النحل الايطالي مثلا، النحل الايطالي متعود على طبيعه خضراء ومتعود على امراض قليله، بيعطيك انتاج عسل بسنين الفيض نفس المستوى على نفس السنين اللي هي الجفاف. حذبح نار. عمرني ما جيت على خلية نحل مش منتج عسل ولمتها، خلص صارت الشغلة مش صداقة أكثر من صداقة، يعني صرت أنا ألاقي حالي لما بكون عند النحل. الأولاد بيقولوا أنت يا أخي تجارة صار عمرك 70 سنة، ويا أبو مش عايز، بس أضحك عليهم.